Amazing مدهش. Beautiful جميل. ممكن تنطق التي دي خفيفة. Beautiful. Perfect مثالي. Perfect. كل دي صفات. Large كبير زي big و enormous. كل دي صفات. Amazing, beautiful, perfect, large. وانت قفل المايك كده اردد معي. Amazing. 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 Beautiful. 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 Perfect. 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 Large. 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 Amazing. Beautiful. Perfect. Large. الناحية التانية. Flat. Feet. Feet هي جمع foot. اللي هي الأقدام. Flat يعني مسطحة. زي الشاشات اللي طالعة بقى لها مدة. دي دايما بتلاقيها flat. عكس التلفزيونات القديمة زمان ما كانتش flat. تمام. يبقى flat feet هي القدم المسطح. زي اللي هو يقصد بيه هنا خف الجمل. تمام. اللي هو جاي في الدرس بيقصد بيه خف الجمل. Flat feet. Strong قوي. عكس weak ضعيف. Strong. 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 Noisy مزعج مليء بالضوضاء. السيشن اللي قبلكم كان مليء بالضوضاء بسبب حاجات كانت في الشارع هنا. Noisy. 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 Flat feet. Flat feet. Strong. Strong. Noisy. Noisy. أسمعهم كده من سلمى عماد. Thank you, Mr. Amazing. Beautiful. Perfect. Large. Flat feet. Strong. Noisy. Noisy. حبيبة صلاح. حبيبة صالح. تفضلي. Amazing, beautiful, perfect, large, flat feet, strong, noisy. تمام. سلمى وحبيبة. اوكي. رؤى تفضلي. ما. Amazing. Amazing, beautiful, perfect, large, flat feet. Flat feet. Strong, noisy. Extra vocab. كلمات إضافية. Make clothes. معناها يصنع ملابس. Make clothes. الES مش بننطقها. Clothes. Surprising. مدهش. مفاجئ. Surprising. 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 Hump. اللي هو السنام بتاع الجمل. الحتة العالية في ظهره من فوق دي اسمها hump. Sand الرمال وملهاش جمع. تعامل معاملة المفرد لأنها من الـ uncountable nouns. الأسماء التي لا تعد. محدش يقدر يعد الرمل فملهاش جمع. دايما تاخد مفرد وملهاش أداة نكرة. مينفعش أقول a sand. تمام. Make clothes. Surprising. Hump. Sand. واحدة واحدة عشان الناس تلحق تقول معانا. Make clothes. Make clothes. Surprising. Surprising. Hump. Hump. Sand. Sand. Fresh water اللي هي المية العذبة. Fresh water. Fresh water. Special مميز. حاجة مميزة. Grass العشب الحشائش. Grass زيها زي sand. تعامل معاملة المفرد. Delicious لذيذ بصفة. Delicious. Fresh water. Special. Grass. Delicious. بالراحة كده مع بعض. Fresh water. Fresh water. Special. Special. Grass. Grass. Delicious. Delicious. حنين تفضلي. Make clothes. Surprising. Hump. Sand. تفضلي حنين. Make clothes. Surprising. Hump. Sand. Fresh water. Fresh water. Space. Special. معايا. Special. Special.
grass, grass, right, right. Grass. Grass, delicious, delicious. Delicious. Okay, Ali, تفضل. Neat clothes, surprising, hum, sand, fresh water. Special. Grass, grass, delicious. البراء. براء. صوتك مكتوم جدا. make clothes. ايوه كده. drink. مش سامع اسمها. انت عليت صوتك وبعدين. sand. fresh water. space. المايك. grass. ماشي. delicious. البنك المايك بتاعك ما بيعرفش يهزر يا واطي خالص يا مستر ثماني. انا مش سامعك، انت خرمت السماعات وخرمت ودني. ميكروز ميكروز. لا تمام تمام يا براء، تمام يا براء. انا بقول لك صوتك كان عالي جدا يعني، زاد عن اللزوم. بلال اتفضل، يعني اتفرج على الحلقه مسجله وشوف صوتك هيبقى عامل ازاي. بلال اتفضل. make clothes expressing. لا 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 كده بقيت قهوه كده. surprising surprising surprising. ايوه هم سين. fresh water. special. grass delicious. grass delicious. اوكي بعد كده تصريفات الافعال. carry يحمل، ودي من الافعال اللي بتنتهي بواي مسبوك بحرف ساكن، ولما بنحولها للماضي بنقلب الواي لاي وبعدين بنضيف الاي دي، فبنقول carry carried. carry carried. خلاص. cross يعبر. cross في الماضي علشان اخر صوت فيها صوت الاس بننطق الاي دي تي. الكلام ده مش زياده ولا حاجه، الكلام ده حقيقي يا جماعه. يبقى cross تبقى crossed. crossed ت ت ت وما تخجلش من النطق الصح. cross crossed. نقولها تاني. carry carried. carry carried. cross crossed. cross crossed. important expressions and prepositions. perfect for the desert. يعني مناسب وملائم للحياة في الصحراء. ده مين؟ ده الكامل الجمل. for a long time لمدة طويلة، هو بيحتفظ الجمل بالمية في جسمه لمدة طويلة. get angry بيغضب. be careful ده تحذير، جاب لك الفعل في المصدر اعرف انه أمر. be careful كن حذرا. perfect for the desert. for a long time get angry be careful. في حد ما قراش قبل ما نقلب الصفحة؟ تمام. look read and identify. هنقرأ ونتعرف. what is surprising about camels؟ ايه هو المدهش من معلومات جديدة بالنسبة للجمال؟ camels الجمال are amazing يعني مدهشة. they are beautiful هي جميلة. strong قوية. strong animals يعني حيوانات. الجملة على بعضها they are beautiful strong animals هي حيوانات قوية وجميلة. they help us بيساعدونا في ايه بقى؟ to carry انهم بيحملوا عننا، بيشيلوا things اشياء، جمع thing شيء، things اشياء، and people وكمان بيشيلوا الناس مش الحاجات بس. to cross the desert لكي نعبر الصحراء، يعني بيشيلوا الحاجات وبيشيلوا البني آدمين علشان يعبروا بيهم ايه؟ الصحاري. يبقى المقطع الاول بيقول لك camels are amazing. they are beautiful strong animals. they help us to carry. خلي بالك help to، ويجي بعدها الفعل في المصدر help us to، بيساعدونا في carry things and people to cross. برضو to cross فعل في المصدر دايما بعد to. to cross the desert. their milk هنا their صفة ملكية للجمع يعني الحليب الخاص بيهم. يبقى their هنا تعود على مين يا سلمى؟ علشان بس أضمن أنكم ما بتسرحوش مني أسنان أونلاين لأني مش شايفكم،
فانا هعمل كده كل شويه. سلمى، كلمه their milk، their هنا their milk حليبهم تعود على مين؟ الجمال. تمام، their milk is delicious. من شويه كنت في درس للصف الثاني الابتدائي وانا بقول لهم كلمات، فلقيت واحد فيهم سرحان فعليت صوت عليه قلت له محمود، راح هو نطق ورايا قال لي محمود، يفكر ايه لما الواد سرحان يفكر ان انا بقول له قول محمود، شوف السرحان وصل لدرجه ايه. Their milk الحليب بتاعهم is delicious لذيذ. هو على فكره مش لذيذ ولا حاجه، صعب، حليب الجمال صعب، واللي بيشربه لاول مره بيعمل له مغص في بطنه، لكن اللي اتعود عليه جميل جدا. وعلشان هو صعب دايما تلاقيه في الاسواق مخلوط بلبن بشوكولاته بفراوله بموز، دايما كده تلاقيه مخلوط تمام، ويبقى فيه برضو ساده بس هو صعب شويه. Their milk is delicious. تمام، we can use their fur، احنا نقدر نستخدم الفرو او الصوف بتاع الجمل ده to make clothes، عشان نعمل منه الملابس خصوصا الحاجات اللي هي الشتويه بتبقى غاليه جدا. Camel are perfect for the desert، يعني الجمال ملائمة جدا انها تعيش في الصحراء، ليه؟ جسمها ربنا مجهزه لكده. Here is why، واليك الاسباب. تمام، بيقول لك camels have large flat feet، دي اول حاجة بتساعدها في المشي في الصحراء انها عندها اقدام مسطحة، so لذلك they can walk on the sand، علشان كده تقدر تمشي على الرملة، اي حصوه بقى تيجي تحتها تلاقي خف الجمل ده كده بيمتصها، عامل زي السفنج بالظبط، ما يتعورش منه ولا حاجه، لكن انت لو ماشي حافي اقل زلطه اقل طوبه تجرح رجلك على طول، علشان كده رجله هنا بتخليه مناسب انه يمشي في الرمال والحصى والصخور، ويستحمل كمان حراره الارض العاليه في الصحراء. Camels have large flat feet so they can walk on the sand. خلاص، دي المعلومة الأولى. Camels can live without water for a long time، تقدر تستغنى عن المية لمدة طويلة. هل معنى كده إنها تقدر ما تشربش مية لمدة طويلة بدون أي حاجة؟ لا، هي بتخزن، يعني هي بيكون عندها مية already فوق هنا في السنمة بتاعته، بيبقى مخزن المية وبياخد منها على حسب احتياج جسمه بالطلب. تمام، علشان كده ممكن يقعد فترة طويلة ما شربش مية عادي، بس لازم يكون شارب مية قبلها. خلاص، camels can live without water for a long time، يقدر يستغنى يعيش بدون مية، كلمة without يعني من غير، بدون مية لمدة طويلة، for a long time معناها المدة طويلة. Camels have special ways to close their noses، عندهم طريقة مميزة في إغلاق من أنوفهم المناخيرهم يعني، and eyes وعينيهم، to stop the sand from coming in، بأنها تمنع الرمال من الدخول في مناخيرها في أنوفها وفي عينيها، بتقفل عينيها بطريقة كده بتبقى شايفة بسيط، وفي نفس الوقت الرملة ما تدخلش جوه عينيها وهي ماشية، وبتعمل حركة كده بالأنف بتاعتها تمنع الرملة إنها تدخل جوه. Camels have special ways to close their noses and eyes to stop the sand from coming in، من الدخول لجوه. But ولكن be careful، كن حريصا. Camels are very noisy، مزعجة جدا، تعمل ضوضاء. And they can get angry، واحذر من غضب الجمل. واحد كان ضرب الجمل بتاعه تمام وسابه، فضل الجمل مخزنها له في البدو، يعني لما دخل الخيمه وراح داخل على الخيمه كسر عليه الخيمه، بس طبعا صاحبه عارف القصه، كان وقف له بعيد وشاف الجمل وهو بيكسر الخيمه. تمام، الجمل لما شاف صاحبه ان هو بره وما عملش فيه حاجه الجمل طق مات، فهو الجمل بيتنرفز جدا جدا جدا، عصبي جدا جدا. Camels are very noisy and they can get angry، بيعمل ضوضاء وممكن يغضب جدا. السؤال الأول لحبيبة، camels help us carry things to cross the desert، دي طبعا صح. طيب اللي بعدها، true or false، camels are perfect for the forest، forest يعني الغابة،
كلام ده true or false؟ False. Camels can't live without water for a long time. الكلام ده true or false يا رؤى؟ False. ليه؟ ما هو بيقول لك camels can't live. اه can't. اه معلش انا بالخط صغير مش شايف، نظارة بقى. Can't live. تمام. إجابة صحيحة. هنا بيقول لي the difference between مين؟ مين اللي بيقول مستر؟ مستر حضرتك صفحة كام؟ صفحة 96. هنا بيقول لي the differences between horses and camels. الاختلافات بقى ما بين الأحصنة والجمال. بيجيب الانفورميشن، المعلومة هنا animal الحيوان، تمام، دي الانفورميشن، وهنا الحيوانات horse هنا وكامل هنا، هنعمل مقارنة. خلاص، how tall is it؟ كم طوله الرأسي من رجله لرأسه فوق؟ هنا بيقول لك الhorses الحصان أو الأحصنة 1.4 يعني 140 سنتيمتر، ل 1.8 تمام يعني 180 سنتيمتر. خلاص، يبقى 1.4 متر، 1.8 معناها 140 سنتي ل 180 سنتي، ده متوسط الطول الرأسي للأحصنة. خلاص، أقصر حصان بيكون كده وده أطول حصان. بالنسبة للكامو بيقول لك من متر و8 من عشرة 1.8 to 2 meters ل 2 متر، يبقى هنا الجمال أطول taller، يبقى نقدر نقول هنا camels are taller than horses. وهناخد ازاي نعمل صفة المقارنة كمان شوية. يبقى الجمال بصفة عامة أطول من الأحصنة. How heavy is it؟ طب وزنها قد إيه؟ بالنسبة للهورس للحصان from 380 من 380 كيلوغرام to 550 ل 550 يعني نص طن كده. تمام؟ من 380 ل 550 380 to 550. بالنسبة للجمال from 400 to 650 يبقى أتقل، يبقى camels are heavier than horses، يبقى الجمال أتقل لغاية الوقت أطول وأتقل في الوزن. ماشي، how fast is it؟ السرعة بقى مقدار سرعتهم إيه؟ هنا بيقولك 88 kilometers per hour. per hour يعني في الساعة، 88 كيلومتر في الساعة، يعني في خلال ساعة يكون قطع مسافة بالجري 88 كيلو. لكن الجمل أبطأ 65 كيلومتر بير أور، 65 كيلومتر فقط لا غير. يعني لو هما الاثنين انطلقوا كده قصاد بعض، خلاص في خلال ساعة يكون الحصان قطع 88 كيلو والجمل 65 كيلو فقط. يبقى الكاملز هنا slower than horses، بيكون أبطأ من الأحصنة. How long does it live؟ هنا بيسأل how long، معناها مش معناها كم الطول الأفقي. هنا how long بيجي لها معنيين، كم الطول الأفقي ومعناها كم المدة. فهنا معناها كم المدة، how long does it live؟ كم المدة اللي بيعيشها الحيوان. قال لك from 25 من 25 to 30 years ل 30 سنة، من 25 ل 30 سنة. طيب والجمال 40 years متوسط أعمارها 40 سنة، يبقى الجمال بتعيش longer than horses، بتعيش أطول من الأحصنة. horses have large beautiful eyes، الأحصنة عندها عيون كبيرة large and beautiful وجميلة. Horses have large, beautiful eyes. Horses have strong teeth. الأحصنة عندها أسنان قوية جدا. They like to eat grass. بتحب تأكل العشب الحشائش. And drink fresh water. وبتشرب مية عذبة. كلمة fresh water لأي حيوان، يعني فيش حيوان بيشرب مية مالحة يعني. بس هو يلا كمل لك بها الجملة وخلاص. Horses have strong teeth. They like to eat grass and drink fresh water. عايز بس بدل ما قاعد اتكلم كده والمرة الواحد بيشرب كوباية القهوة اللي قدامه دي، اسمع حنين كده وهي بتقول لي الفقرة دي. Camels are amazing.
They are beautiful, strong animals. They help us to carry things and people to cross the desert. هتقوا فيلا عند desert هنا. Camels are amazing. Amazing. They are beautiful. Strong animals. أيوة. They help us to carry. They help us to carry things. And people. To cross the desert. علي شلبي هيكمل. Their milk is delicious. We can use their fur to make clothes. Camels are perfect. For the desert. Here is why. طيب تمام شكرا. هنا بيقول لي الصفات. Adjectives. He is a tall man. The whale is big. هنا في موضعين مختلفين للصفة. قلنا قبل كده إن الصفات. الصفة تصف الاسم. تصف إيه؟ بتصف اسم. بعكس الحال أو الظرف أو الأدفرب اللي بيصف الفعل. طيب خلينا في الصفة موضوعنا النهاردة. أنا هوصف الرجل ده بأنه طويل القامة يبقى هقول tall man. طيب هل أنا وضعت الصفة بعد الاسم ولا قبل الاسم؟ لا قبله. يعني في طلبة وهي بتكتب باراجراف بتكتب لي الاسم وبعدين الصفة. لا نكتب الصفة الأول وبعدين الاسم. أقول he is a tall man يبقى جات قبل الاسم. طب والجملة الثانية the whale يعني الحوت is big كبير الحجم. هنا جت بعد verb to be. يبقى لما المس أو المستر يسألك في المدرسة إحنا أين نضع الصفة في اللغة الإنجليزية تقول له هم موضوعين يا مستر أو يا مس ما لهمش تالت. يا قبل الاسم يا بعد verb to be. نقول تاني يا قبل الاسم قبل النون يا قبل verb to be اللي هو am أو is أو are. اتفقنا قبل ما نقلب الصفحة. الكومباريتيف تعالى بقى هنعمل مقارنة للصفات. هنجيب الصفة دي ناخدها كده ونقعد نقارن ما بين اتنين. نعملها ازاي؟ اولا لازم نفرق ما بين الصفات القصيرة short adjectives. short adjectives يعني صفات قصيرة. قصيرة يعني ايه؟ يعني بتاخد مقطع صوتي واحد. عند المقارنة بين اتنين احدهما يزيد عن الاخر في نفس الصفة. ما انت هتقارن ما بين اتنين في حد هيعلى في الصفة دي يكون اطول اتقل أشطر خلاص. يبقى أكيد في حد من الاثنين اللي هنقارن ما بينهم متفوق على الآخر في صفة معينة خلاص. بس هنا بيتكلم عن الصفات ذات المقطع الواحد اللي هي one syllable يعني فيها حرف متحرك واحد تمام فبتتنطق على نفس واحد خلاص. tall short big small كده fat thin كل دي صفات بتتنطق في نفس واحد فيها مقطع صوتي لا غير خلاص. زي كده old fast. old معناها لو بتتكلم عن الأشياء يبقى معناها قديم. لو بتتكلم عن الأشخاص يبقى معناها كبير في السن تمام. يعني لو عندك ترابيزة تقول عليها مثلا ترابيزة قديمة رميها انت على جنب old table. طيب لو شخص كبير في السن نقول عليه old man رجل كبير زي الجراندبا والجراندما تمام. old man أو old woman. عايز أقارن ما بينها وبين حد تاني عند اتنين كبار في السن بس عايز أعرف مين أكبر من التاني. أقول أكبر من زي في اللغة العربية يبقى نضيف ER في آخر الصفة تبقى older. وبنضع بعدها كلمة than يعني من يبقى older than معناها أكبر سنا من خلاص. طب وفاست تبقى faster than نضع ER وبعدين نقول than faster than يعني إيه يعني أسرع من. يبقى القاعدة الأولى
بتقول إن مع الصفات القصيرة يا براء، بعد الصفات القصيرة بنضع ER علشان أقول إن هو متفوق على قرينه الآخر في الصفة دي. big كبير، أقول bigger يعني أكبر، طويل taller أطول، short shorter أقصر، fat fatter أتخن، thin تبقى thinner أرفع، وهكذا، heavy heavier أتقل. تمام؟ يبقى صفة بضيف لها ER علشان أقول إنه هو متفوق على قرينه الثاني. طيب لازم أقول أكبر، يبقى في حاجة اسمها من، أكبر من، يبقى bigger than، older than، than THAN، لأنه هيجي لك في الامتحانات يشيل لك الـ A ويكتبها لك then ويلخبطك. خلاص؟ دي الحاجة الأولى. طيب نيجي بقى للاستثناءات بقى، حاجات اللي هي إيه تبقى فيها تركاية كده. big دي صفة ذات مقطع صوتي واحد، وهو حرف الـ I هو اللي عمل المقطع الصوتي ده، لأن احنا قلنا المقطع الصوتي هو حرف متحرك يأتي ما بين سواكن، ما بين حروف ساكنة. فأدي big أنا نطقتها في نفس واحد، عكس لما أقول beautiful أربع مقاطع beautiful، شفت أنا وقفت في النفس كم مرة، بس احنا طبعا بنقولها بسرعة. هنا big اتاخدت على نفس واحد. أجي أضيف لها الـ ER لازم أكرر الحرف الأخير. ليه؟ لأنها صفة انتهت بحرف ساكن مسبوكة بحرف متحرك، زي ما عملنا شوية مع فعل carry لو تفتكر. فأنا هعمل إيه هنا؟ بس carry ليه قاعدة تاني اللي هو هيجي ذكره كمان شوية. فأنا عملت إيه؟ ضفت الـ G كمان وبعدين حطيت الـ ER bigger. بص لكلمة hot، hot يعني ساخن أو حار. لو السيشن قفل اضغط على نفس الرابط هتلاقيني موجود. hot نفس الفكرة، صفة ذات مقطع صوتي واحد one syllable انتهت بحرف ساكن consonant وهو حرف T، يسبقها vowel وهو حرف ال O حرف متحرك. يبقى برضو هكرر ال T، تمام، هتبقى hotter نفس الفكرة. تعالى للقاعدة الثالثة، بتقول لك لو كان منتهي ب Y اهو زي carry اهو noisy، Y مسبوك بإيه؟ ال S كده دي ساكن noisy، يبقى تبقى نقلب الواي لاي وبعدين نضيف لي ار تبقى noiser يعني اكثر ضوضاء من. heavy ثقيل، خلي بالك من heavy اخرها واي مسبوقه بساكن وهو حرف الفي، هقلب الواي لاي وبضيف الاي ار. يبقى ما ينفعش هنا اضيف الاي ار على طول، لا لازم اقلب الواي لاي. وهنا نفس الفكره، ما ينفعش اضيف الاي ار على طول غير لما اكرر الحرف الاخير لانه ساكن مسبوق، برافو عليك، بمتحرك. الصفات القصيرة المكونة من مقطع واحد ومنتهية بحرف الإي. طيب أنا عندي حرف الإي جاهز، هل أحط له إي تانية؟ لا، أحط الأر بس زي ما كنا بنعمل في الإي دي في الباست سيمبل. نضيف حرف الأر فقط، ليه؟ عندي فعل بريف أو صفة بريف شجاع، بريف، عايز أقول أشجع من، أحط لها أر بس لأن فيها الإي أوريدي، تبقى بريفر، بريفر. نايس لطيف أو جميل تبقى نايسر، أو الأجمل من nicer than. examples أمثلة، the fennec fox is smaller than، أصغر من. هي كانت إيه الصفة أصلا يا بلال؟ كانت الصفة small صغير، عايز أقول أصغر من، وضعت لها الـ ER وحطت لها than. بس أوعى تنسى إن لازم هيكون في verb to be قبلها، لو بتكلم عن مفرد هيبقى is، لو بتكلم عن جمع هتبقى آر. يعني مثلا لو أنا بتكلم عن ثعالب الفينك مش ثعلب واحد، هقول the fennec foxes are smaller than other foxes. بتكلم عن مفرد، ودي خلي بالك تركز عليها، the fennec fox is، يبقى مع المفرد is مع الجمع are، smaller than other foxes. the female eagle، نساء النسور، is bigger، أكبر، and heavier، وأتقل than، من the male، من الذكور، ودي خدناها في الدرس اللي فات. قلنا إن النساء الإناث يعني، تمام، إناثهم أكبر حجما، تمام، وأتقل وزنا من ذكور النسور. عملناها إزاي؟ bigger كررنا G علشان ساكن مسبوق بمتحرك، وheavier منتهية بواي مسبوكة بساكن V، فقلبنا الواي لآي وضفنا الإي آر. The eagle is bigger than the rat، يعني النسر أكبر حجما من الفار،
نفس الفكرة. المقارن الأول بدأنا به الجملة verb to be الصفة مضاف لها er وكررنا الحرف الأخير لأنه ساكن مسبوق ومتحرك، وضعنا than بعد الصفة، وبعدين المقارن الثاني قارنت ما بين the eagle وما بين the rat. حطيت the eagle الأول، the rat في آخر الجملة. هنا ده مفرد خد is، big بقت bigger than، خلاص الجملة كده خلصت. The eagle is bigger than the rat. طيب ده بالنسبة للصفات القصيرة. خلاص حفظنا الصفات القصيرة بنعمل معاها إيه؟ بنضع للصفة er منتهي بساكن مسبوق ومتحرك بنكرر الحرف الأخير، منتهية باي مسبوقة بساكن بنقلب الواي لاي ونضيف الاي ار، لو فيها اي بنضع ار فقط. خلاص دول اتحفظوا واتفهموا ان شاء الله. تعالى لللونج ادجكتيفز للصفات الطويلة. الصفات الطويلة بتبقى أكتر من مقطع. dangerous دين جي راس ثلاث dangerous ثلاث مقاطع. interesting interesting أربعة. enormous beautiful وهكذا. هتلاقيها أكتر من مقطع. الصفات الطويلة a snake is more، هنا بنستعمل كلمة more للزيادة وless للنقص، يعني لو عايز أقول إن الصفة دي تتفوق على الصفة دي بنضع more. a snake is more dangerous than a fox. a snake is more dangerous. هنا ما وضعناش ER، احنا جينا قبل الصفة الطويلة وقلنا كلمة more يعني أكثر من، يبقى a snake is more dangerous أكثر خطورة than a fox. يبقى في الصفات الطويلة بنضع كلمة more قبلها تمام، ونضع than بعدها عشان نقول هي تتفوق عليها في هذه الصفة. يبقى التعبان هنا أكثر خطورة من الثعلب. crocodiles التماسيح are more dangerous يعني أكثر خطورة than the fish من السمك. نشيل القصة دي ونطلع فوق. asking questions with how والصفة، ازاي تسأل باستعمال how. how tall معناها كم الطول الرأسي، how long معناها كم الطول الأفقي، وتنفع زي ما قلنا من شوية معناها كم المدة. how heavy كم الوزن، how fast معناها كم السرعة. خلاص how tall is the fennec fox، كم يبلغ طول ثعلب الفينك الرأسي. It's 20 centimeters يعني طوله الرأسي 20 سنتي. للسؤال عن الطول الرأسي قلنا how tall. how long is the step eagle، كم الطول الأفقي لعقاب السهوب. It's around هو حوالي 170 centimeters from wing to wing، هو حوالي 170 سنتي من الجناح للجناح. how heavy كم الوزن، how heavy is the horse، كم يبلغ وزن الحصان. It's 380 kilograms. how fast، كان في درس كنت عامله زمان على اليوتيوب الفرق ما بين استعمال how fast واللي هي how الصفة و what والاسم، لان انت لو هتستعمل what لازم تجيب الاسم من الصفة. فمثلا هتقول what speed، ما سرعة، لو انت تستعمل وات هتغير فاست من صفة لإسم، بس مش مشكلة. How fast is the camel؟ يعني كم سرعة الجمل؟ It is 65 kilometers per hour. لما تجيلك الثلاث حروف دي K, P, H معناها kilometers per hour يعني كيلومترات في الساعة، يعني بيقطع 65 كيلومتر في الساعة الواحدة. يلا نحل عشان اتعبت من كتر الكلام. البراء هيقول لي a rabbit is a small ولا smaller ولا smallest than a dog. smaller. ما سمعتكش. smaller. smaller. طيب تعال نجيب بس الدائرة بتاعتنا. smaller اهي. اكتب الله يبارك لك. ايوه شكرا. يلا يا بلال اتفضل. lions are more dangerous cows. يا ترى أقول more dangerous as ولا like ولا than؟ than. than. أستاذة سلمى تتفضل. بيتزا البيتزا is more ولا as ولا larger delicious than vegetables؟ more. more. okay. حبيبة صالح صلاح تفضلي. an airplane
طيارة is than a bicycle. Is bigger than bigger. A bicycle. أكبر من. رؤى. How fast ولا how long ولا how heavy is the horse؟ هنعرف إزاي من الإجابة. قال لي it is 88 kilometers أو kilometers per hour. يبقى هنا بيتكلم عن إيه؟ عن سرعة. يبقى how fast ولا long ولا heavy؟ heavy. how heavy how... لا إزاي بقى how heavy؟ أنا ما بسألش عن وزن. heavy يعني كم الوزن. أنا بقول 88 كيلومتر في الساعة. مش بقول 88 كيلو جرام. يبقى how fast. تمام، نخلي بالنا. listen and write. the camel's milk. ولا في نص استماع. طيب أنا معايا كويس كتاب المعاصر جنبي أهو، الحمد لله. سواء أنا أطلع نص الاستماع كده، لو السيشن قفل افتح معايا تاني مش مشكلة. إحنا في الدرس الثالث lesson 2. فين أهو؟ اسمعني يا سيدي. camels are beautiful strong animals. camels are beautiful strong animals. they help us carry things and people to cross the desert. their milk is يلا يا حنين. camel's milk is camel's milk is delicious. true or false؟ صح أم خطأ؟ صح أو غلط؟ أو خطأ؟ وصح؟ في الدرس صح فعلا. تمام، الأستاذ علي. يلا يا علي. عشان الجمل بيعدي الناس بالصح. أنا عايزها إن إنجليش بس، أنا ما سمعتهاش. ترو. اقرأ لي الجملة يا علي، أنت مستخسر تقرأها ليه؟ camels can carry people to cross the desert. Control. To cross. تمام، البراء هيقول لي الجملة الثالثة. هيا يا براء. طيب بلال، البراء مش موجود. بلال. We use camels for to make tables false. False. عايزين نرتب الجملة دي يا أستاذة سلمى، اتفضلي. بيقول لي elephants than are thinner dogs. وهنبدأ بdogs. عايزين نقول إن الكلاب أنحف من الفيلة. Dogs are thinner than elephants. Dogs are thinner than elephants. خلي بالك thinner بتتنطق ثاء. تمام، thinner. يبقى dogs are thinner than elephants. وده اللي أنا قلته لك أهو، لما يكون الفاعل جمع بنضع R بدل is. حبيبة صلاح، الجملة اللي بعدها. شكرا يا سلمى. يا سلمى. أيوة. camels more beautiful than our horses. ها. are camels more beautiful than horses؟ مستر. ده سؤال. نعم. ممكن أروح لبنيسي؟ مفيش مشكلة. يبقى هنا احنا بنقول are فين؟ احنا كنا فين؟ are horses more beautiful than camels؟ ممكن نعكسها. are camels more beautiful than horses؟ لأن احنا مش عارفين الإجابة ايه، يعني احنا بنسأل ممكن الإجابة yes or no. فأنا ممكن أبدأ بده أو أبدأ بده، والاثنين صح، لان انا هنا مش بقول جمله خبريه، انا بسال سؤال. تمام تمام، يبقى هقول camels فين؟ احنا كنا فين؟ are camels more beautiful than horses او are horses more beautiful than camels؟ الاثنين صح. رؤى تفضل. noisier spiders than are parrots. وهبدا بparrots، البغبغانات. تعرفي البغبغانات اسمها ايه بالعربي؟ تعرفي يا رؤى؟ خلاص كملي، يلا قول. Parrots are noisier than spiders.
الببغاوات. الباروتس الباروتس تمام are noisier يعني أكثر ضوضاء من than spiders من العناكب صح حنين بيقول لي are for camels perfect the desert يعني عايز أقول إن الجمال مناسبة جدا ملائمة جدا للحياة في الصحراء جت في الدرس واحنا بنشرح camels camels أيوة camels verb to be والصفة إيه؟ هنستعمل بعد camels verb to be والصفة verb to be أيوة قولي camels are برافو صح please perfect camels are perfect ها for صح for the desert برافو صح ليه اتلخبطت ليه camels are perfect for the desert camels are perfect for the desert شكرا يا حنين اقفلي علي اتفضل افتح المايك واتكلم choose يا علي a car is smaller than an طيب ليه ما اخترناش مثلا more slow ليه مثلا ما اخترناش more slow اديني اجابه ها عشان لده احنا حطينا مور خلاص مش محتاجين ما ينفعش سلو مور تيجي مع الصفات الطويله وسلو صفه قصيره تمام آه البراء اتفضل انت فاتك سؤال يا براء موجود انا معاك يا هاو لونج ولا هاو فاست ولا هاو هيفي از ذا هورس فرد عليا الإجابة نسمعها It's 380 to 550 kilograms يبقى الإجابة إيه ما سمعتش heavy دايما بقول للطلبة عندك حل من اتنين يا تقرا أنت السؤال يا أرانا السؤال خلاص بلال اتفضل A snake is more dangerous than a fox. تمام. برافو عليك. سلمى تفضلي. Number four. Okay. Camels. Camels can live without water for a long time. Without بدون صحيح. حبيبة صالح تفضلي. حبيبه م... اه ماشي حبيبه استاذن معلش انا نسيت رؤى احمد اتفضلي The computer is more expensive جهاز الحاسب الالي بيكون غالي جدا عن a cell phone من الهاتف الخلوي يبقى expensive than ولا than ولا then than than تمام ذا دي يا جماعه دي اداه التعريف اللي معناها ال within دي تعتبر adverb ظرف زمان معناها فيما بعد أو لاحقا حنين camels are slower ولا faster ولا taller than horses نعرف منين من تكملة الجملة they are about 2 meters دي 2 متر يا عم الحاج ها قلت ايه ما سمعتش طول اطول ادام 2 متر يبقى بتكلم في طول بقى خلاص يبقى تولر تمام يا حنين نروح لعلي شلبي grass fresh tall eyes اقرا ونزل كل كلمه في مكانها ليك كلمه واحده تنزلها horses are beautiful fast animals horse eat grass horses eat grass and drink ايه يا استاذ البراء براء موجود 4 3 2 1 بلال اتفضل مستر معاك يلا يا براء
And drink ايه water. Drink fresh. ايه fresh. كمل السؤال عشان انت كان فاتك سؤال قبل كده ما اديتكش انا ايه حاجه بداله. Beautiful ايه؟ They have large beautiful eyes. تمام كده انت ايه خدت حقك وعلامه الاكس دي اخليها لك صح اهو. يبقى انت زيك زي زمايلك. اتفضل يا بلال. Camels are very ايوه noisy. Noisy. تمام. سلمى اتفضلي يا سلمى. Camels have special ways to close their ايوه عندها ايه بقى طريقه خاصه بتقفل كده ايه. Camels have special special ways to close their five, four, three, two, one. Habiba, رجعت. Hi, mister. جاوبي. Noses and eyes from the sand. تمام يبقى camels have special ways. الجمال عندها طرق خاصة to close their noses علشان تقفل انوفها and eyes وعيونها from the sand من الرملة. خدوا السؤال اللي بعده يا حبيبة عشان ما كنتش موجودة في السؤال اللي فات. نعمل عليكي اكس هنا. يلا. The mouse is smaller than the elephant. Than the elephant. تمام. رؤى أحمد تفضل. Number four. Camels are perfect for a. مناسبة ملائمة لإيه؟ ديزرت. أيوة هو ده the desert. أستاذة حنين. Camels can live without. تقدر تعيش من غير إيه؟ ها سهلة جدا. أيوة يا فتحي سلمى عماد اقفل المايك. يبقى without water for a long time من غير مية لمدة طويلة. هيا بنا يا علي. Write a paragraph. فقرة إنشائية of four sentences من أربع جمل. About 18 words من حوالي 18 كلمة. Using the following guiding elements. مستخدما هذه الإرشادات. Guiding fact file. هذه ملف حقائق إرشادي. عن the horse الحصان. هناخد زي ما عملنا مع الستيب ايجل في الهومورك هنعمل نفس الفكرة هنا. ناخد من الحقائق بس هنصيغها في جملة منسقة. أول حاجة how tall is it؟ كم يبلغ طوله؟ يبقى هنقول الجملة الأولى the horse is ونقول الأرقام دي. اتفضل. It is four. بلاش it لان احنا لسه هنتكلم للي هيقرا المقال بتاعنا نعرفه احنا بنتكلم عن ايه. نعوض بالضمائر من الجمله الثانيه لكن الجمله الاولى لازم نذكر الفاعل. ها the horse. The horse. ايوه from. الجمله بسيطه جدا the horse is وتقول لي الطول. بص هقولها لك انا the horse is about 1.4 to 1.8 meters tall. تاني اكتب عندك the horse is about بيكون حوالي 1.4 سوف نكتبها لك انا هنا اهو the اكتب عربي ليه عايزين انجلش the horse تي كابيتال بعدين نقول the horse قرب لي اللوحه دي كده the horse is about 101.4 to 1.8 meters tall. خلاص دي الجمله الاولى.
ونضع فول ستوب عشان نبدأ الجملة اللي بعدها. يلا الدور على مين بقى اللي بعد علي؟ البراء. بيقول لي هنا how heavy is it؟ يبقى هنقول it's about نفس الطريقة. ها it's about هو حوالي it's about 382 ممكن تكتبها from 2 برضو it's about 3 ممكن تشيل about وتكتب from يعني من إلى بس احنا بنقول حوالي هنا it's about 380 to 550 kg كيلوغرامز تمام الجملة اللي بعدها احنا بناخد الملف ده وبنعمله فقرة إنشائية اكتب لغاية ما يجي لك الدور بلال اتفضل هنا بيقول لك what about its teeth ماذا عن أسنانه فقال لك strong قوية عايزين ناخد المعلومة دي نصيغها بطريقة جملة statement كده ها هو لديه أسنان قوية يلا بلال the horse ماشي كتبتها لك اهو the horse وفرتها لك في حرفين ايوه the horse لديه بنستخدم فعل ايه للملكية يلا انا has يبقى it has ايوه has اديني الصفة strong. strong ايه strong teeth بس يا ريس يبقى it has strong teeth هو لديه أسنان قوية فاضل لنا جملة يا أستاذة سلمى عايزينها منك أنت سلفينا جملة كده من عندك ها بيقول لي what does it eat بياكل إيه drink وبيشرب إيه قال لي grass and fresh water يبقى هنقول هو يأكل ها it eats لازم أضع S لأن الفعل مفرد. It eats grass, and drink fresh water. أيوة الله ينور. Drink fresh water. تمام. يبقى في horse هنا ناقصة إيه محدش قال عليها. The horse is about 1.4 to 1.8 meters tall. It's about 380 to 550 kilograms. It has strong teeth. It eats grass and drinks fresh water. الله على الباراجراف الرائع. تمام كله كتب؟ Yes. نشتغل؟ نلغي الصفحة دي ولا إيه؟ عموما أنا سيفت الصفحة عندي أهو وهبعتها لكم على الجروب اللي عايز ينقل منها. نروح للصفحة اللي بعدها. هو الساعة كام عشان الوقت ما يسرقنيش لأن أنا عندي سنة خمسة بعدكم. كده أرجع كده أشوف الساعة، الساعة 8:15. أنتوا واخدين مني قد إيه كده؟ وقت. فين الوقت يعني؟ كان الوقت بيظهر هنا، راح فين؟ الوقت عندكم ظاهر كام على الشاشة يا شباب؟ أنا مش ظاهر عندي. 8:14. 8:14. طب لا ده لسه ليكوا عندي شوية. نكمل. كنا فين وبقينا فين يا زمان؟ أهو. ده كده إيه الدرس خلص؟ الدرس خلص. لا إله إلا الله الدرس خلص. ليه كده؟ طيب هشوف أنا في عندي ملف غيره أجيبه. ثواني كده. لا كان في نفس الصفحة بس كان في الملف أهو الصف الرابع. أهو أهو أهو. اهو الدرس الرابع نديكم كلمات الدرس الرابع تحفظوها بالمره ولا نخليها للدرس الجاي ها انا كبرت اهو الدرس الجاي يا مستر خليها الدرس الجاي علشان ما يتراكمش على بعض وانت اول يوم دراسه وطالعين تعبانين انا عارف